شاهد هذا الرد العجيب من فتاة عكسها شاب على الخاص. في أحد الأيام أراد شاب أن يضايق فتاة ويعاكسها، فأرسل لها عبر الخاص وقال لها ممكن نتعرف؟ فكان ردها عجيب، قالت ممكن أخي، أتدري من أنا؟ أنا حواء التي خلقت من ضلعك كي لا تؤذيها ولا تنسى أنها قطعة منك. أنا التي أهداني الله لك حينما كنت وحيدا في الجنة تبحث عن من يؤنسك في وحشتك. أنا أمك وأختك وبنتك وزوجك التي تصون بيتك. أنا صورة النساء والمجادلة والنور والطلاق ومريم. أنا الجنة تكون تحت قدمي حينما أكون أم. أنا التي أعطاني الله نصف إرثك لست هنة بي، ولكن لأنك تتولى جميع أموري. أنا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال استوصوا بالنساء خيرا، وأنا التي قال الله عنها وكلي واشربي وقري عينا. أنا التي أنشأ في الحلية. أنا التي لو كنت صالحة أكون أفضل من 1000 رجل غير صالح. إن كنت تبحث عن الهوى يا هذا فاذهب إلى صفحات اللهو واللعب. أما أنا وأمثالي فقد دخلنا تواصل الاجتماعي لإعلاء كلمة الله عز وجل ونشر فضائل الرسول ولتهذيب سلوك الذين باعوا أنفسهم للشيطان. فمن تكون أنت يا أخي؟ فرد الشاب وهو خجول منها في كلمتين، أنا التائب إلى الله، وهنيئا لمن أنجبك وهنيئا لمن رباك. شارك هذا المقطع ليصل لبناتنا وشبابنا. تحية لك.